بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره واهتدى بهداه، آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين، حياكم الله. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الجمع الطيب، وأن يرزقنا وإياكم أجره كاملا، وأن يجعله لنا ولكم ذخرا يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله عز وجل بقلب سليم. حتى لا نطيل، فالكلمة هي كلمة متواضعة بين أيديكم، يحتم موضوعها هذا يعني المناسبة. وكما يقول فقهاؤنا، المناسبة شرط. فالأزمة التي نعاني منها جميعا هي أزمة التربية، يعني فيما يتعلق بعلاقتنا بالأولاد، ماشي أزمة ماديات. مع عمر الأزمة كانت أزمة ماديات، لأن الأرزاق فيها على الله عز وجل، وما عمر الأزمة ما كانت أزمة ديال أشياء يعني اللي الإنسان يقتنيها ولا كذا. فهذه كتبقى أرزاق، وكل واش عنده، كاين اللي عنده السيارة، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي عنده البيت الفسيح الواسع، وكاين اللي عنده البيت ضيق على قد الحال، وكاين اللي هنا وكاين اللي هيك، كاين اللي ساكن في البادية في المدينة. هذه ماشي هي الإشكاليات. ولما جاء الإسلام ما جاء ليعالج تربية الأولاد انطلاقا من هذه الإشكالية، لكن انطلاقا مما صرنا نفتقر إليه الآن، ألا هو قضية غرس القيم الثابتة شرعا في قلوب الأولاد. الله سبحانه وتعالى لما اختار أحد عباده ليذكره في القرآن الكريم، يعني اختار الأنبياء واختار نساء من الصالحات، ومن الذين اختارهم رجل ما ذكره جمع من أهل العلم أنه ليس بنبي، وسميت سورة في القرآن الكريم، سميت سورة باسمه، وذكر الحق سبحانه وتعالى في وصفه أنه أوتي الحكمة من الله عز وجل، ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذا الرجل الصالح هو لقمان، فالله عز وجل وصفه بالحكمة. والحكمة حتى لا نطيل، ذكروا من تعاريفها هي وضع الشيء في موضعه، يعني باللغة الشعبية اللي يتكلموا بها الشباب، تيقول لك هذاك ملي تيدوي تيجيبها في 90، يعني ما تيزقعش، ما عنده، كيقول لك هذاك اللعاب، كيقول ليه ذاك المهاجم عنده كي الكفرة كي البيلانتي، يعني داخلة الشبكة، بمعنى أنه ليس عنده فضول كلام، إنما يتكلم ليقول ما يجب. ومما يذكر في يعني في سيرته أنه كان مولا، كان خادما عند واحد الشخص، فقال له، سمع أن الناس يمدحون ذلك الرجل اللي هو لقمان، يقولون رجل حكيم حكيم حكيم، فقال أختبره وأعلم حكمته. فقال له، اذبح، خذ شاة واذبحها وأتني بأطيب عضوين فيها. قال لي مرحبا. مشى سيدنا لقمان ذبح الشاه وأتاه بالقلب واللسان. قال لي طيب جميل، فعلا هما أطيبا عضوين في الشاه. ثم قال له، خذ شاة أخرى واذبحها وأتني بأخبث عضوين فيها. فذبح الشاة الثانية وأتاه بالقلب واللسان. فقال له، يعني ظننتك حكيما، فلما سألتك عن أطيب عضوين أتيتني بالقلب واللسان، فلما سألتك عن نقيضهما أتيتني بنفس العضوين. يعني قال له، يا سيدي، هما يعني القلب واللسان هما أطيب عضوين إن طاب، وأخبث عضوين إن خبث. وهذا يشهد له حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والأحاديث مستفيضة في تواطؤ القلب واللسان على صلاح العبد أو فساده. يعني هذا رجل لما قال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني أنه رجل حكيم في جميع أمور حياته، في تربيته لأولاده، في علاقته مع زوجه، في علاقته مع مشغله إن صح التعبير، في علاقته مع أصدقائه، مع ربه عز وجل، في أذكاره. يعني نتخيل أنه جمع من الصلاح ما لم يجمع فيه من الصلاح ما لم يجتمع في غيره من الصالحين. لكن حق سبحانه وتعالى من اللي قلنا لقد آتينا لقمان الحكمة، ويسمح لنا شيخي سيدي عبد اللطيف زهيد أن نتحدث عن تدبر القرآن في حضرته، وهو صاحب التخصص، حفظه الله ونفعه ونفع به. يعني لما قال الحق سبحانه وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، اختار الرب عز وجل من المواقف التي تجلت فيها حكمة لقمان موقف تربيته لولده.
وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول لنا إن أردتم أن تربوا أولادكم على الصلاح بحكمة هذه هي الطريقة. فما تحدث وما نقل لنا القرآن الكريم استفاضة فيما يتعلق بجميع نواحي حياة ذلك الولد، إنما أعطانا الثوابت التي لا تتغير. فتحدث لقمان مع ابنه عن العقيدة، وتحدث معه عن العبادات، وتحدث معه عن المعاملات، يعني الخطاب والتودد للخطاب، قال لقمان لابنه وهو يعظه، أفضل من يعظ هو الأب قبل ما نقلبوا على ذاك اللي يدير له الموعظة وكذا، الأب بعدها هو أول من يعظ. وحتى تبلغ الموعظة مبلغها وجب أن يتصف ذلك الواعظ بما يعظ به الناس، أو على الأقل أن يجتهد في أن يتصف بما يعظ به الناس. فهذه المسائل هذه تجلت في لقمان، أنه أفضل ذاك الشيء الله سبحانه وتعالى قدم الحكمة التي أوتيها لقمان من الله عز وجل، ثم بعد ذلك شرع القرآن الكريم يحدثنا عن طريقة مخاطبته لولده. ففي هذا التودد، وهذا التودد ديال يا بني هو اللي غادي يخرج لنا من بعد هذاك الوليد تيقول يا أبتي، ميها أبتي يا أبتي، شو العلاقة كتبقى علاقة ديال البر، يعني بر بالأبناء ثم بر بالآباء. ويا غدا داك الشيء الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ملي ذكر الآية اللي فيها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في ختام الآية الله عز وجل أمرنا بالفعل ثم أمرنا بالدعاء، فقال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لما سبقت التربية الحسنة بعد ذلك شب الولد على الدعاء لأبوه، قاله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. احنا طبعا هذه غير إشارات خفيفة باش ما نطولوش، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب الأصل في الإنسان أنه إذا فعل واحد الفعل معين ينتظر دائما ثمرته ونتيجته. الإنسان بالطبع دياله بياع وشراي، فمن اللي كيبغي يدير واحد المسألة يقول لك اش رابح فيها. واخا أنا ولدي غادي ندي مثلا نقري في واحد المؤسسة معينة عندها امتيازات كذا كذا كذا، اش غادي نربح؟ غنربح أن الدري غادي يخرج قاري مزيان، غادي يخدم مزيان. واحد آخر كيقول لك إلا خدم مزيان غادي يرجع لي أنا النفع. إلا شديت الدري علمته مثلا أنه واحد الرياضة معينة مزيان غادي يكبر يدافع على راسو ويحمي راسو ويكون صحيح وما نتكرفش معاه هنا في المرض، ولا كاع احتاجينا كاع شي نهار تناقرنا مع شي جيران شوية بشكل نلقاو بعدا اللي المهم ما علينا نلقاو اللي وقف معنا وقفة ديال الخير. فكيقول لك أنا جيت وعلمته العقيدة الصحيحة وعلمته التوحيد وقلت لي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أنا أش رابح؟ أي هو ولا موحد أنا أش رابح معاه؟ ومن بعد الله عز وجل كيقول لنا وكأنه سبحانه وتعالى يقول لنا أول من يستفيد من تربيتك لولدك هو أنت، لأن من اللي غادي تجي أنت تحطه عند الله وكتقول ليه يا سيد ربي هذا ديالك، وكتقول ليه ولي هذا هو ربك اللي خصك تعبده ولا تشرك به شيئا، هذاك الرب المعبود. يعني شنو كتعلمه؟ كتعلمه أنه من اللي يقول لي الله عز وجل شي حاجة كيقول سمعنا وأطعنا. أول حاجة كيقولها لي الله ووصينا الإنسان بوالده، يعني أول واحد مستفد من اللي غدي ولدك عند الله عز وجل هو أنت، حيث من اللي غديه أنت عند الله، الله يقول لي وديها في والدك، هم الأولين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. لكن هذا موضوع آخر، المهم أن يتطرق له في إبانه وبما يجب، لأنه موضوع مهم جدا. أين تتوقف طاعة الوالدين؟ لأن كاين عدد ديال الناس يمارسون واحد السلطة جائرة على أولادهم تحت شعار وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صحيح قارن سبحانه وتعالى طاعتهما بطاعته، لكن طاعتهما ليست مطلقة كطاعته، حاشا، طاعتهما مقرونة مجموعة من الأمور ومحدودة في مجموعة من الأمور. إذا أمر الأب والأم ولدهما بمعصية صغرت أو كبرت لا سمع ولا طاعة، هذه متفقين عليها. إذا أمر الأب والأم أو أحدهما ولدهما بطاعة وجب السمع والطاعة، هذو يعني ما مختلفينش عليهم. لكن كيبقى الإشكال فين؟ الوسط، عندما يأمر الوالد ولده بمباح، هنا فين كيوليو المشاكل؟
كيقول ليه دير ليا هادي هالسخط هرضى. مثلا كيقول ليه يقول له مثلا الاب الله يجزيك بخير كيبوس الراس، هادي ابي بغيت نهضر معاك شي مساله، خير ان شاء الله تفضل اولي، بغيت نتزوج، مرحبا خير ان شاء الله، شكون اللي باغي نتزوج بفلانه؟ هو الشاب مشى اختارها لدينها وعقلها وخلقها وكذا الى اخره، والمهم قال ليه راه غادي نتزوج بها. الاب منيش اصلا على بنت خوه، باغي يعطي الدري بنت عمته، علاش؟ لانه ضارب شي عبارات على شي ورث، على شي المهم شي بلانات عنده هو على شي بيعه وشري مع هذاك خوه. فكيقول ليه والو هالسخط هالرضا، عادي ما فيه لا سخط ولا رضا. انا ما كان اسمعني مزيان، انا ما كنقولش لك واللي مسخوط مع البانديه كلهم قالوا والله انا مزيان، لا ما انا كنقولش لك سير تخاصم مع با نهائيا، غير هو كنقول لك عندما يامر الاب او الام، عندما يامر احدهما او كلاهما، عندما يامران بمباح، فهذا المباح ينظر هل لهذا المباح تاثير او له مفسده ستترتب عنه عليه مفسده لذلك الولد، فهذه الحاله لا سمع ولا طاعه. طبعا مع الاحترام المقامي والادب والتوقير، نحك جيبي والعطفه ونبوس الراس ونراضيهم باش ما جا الله، ولكن هذه المساله يتترتب عليها مفسده علي انا، والله عز وجل لا يحب الفساد. لكن اذا امر بمباح ولا تترتب عليه اي مفسده، هنا يدخل باب البر. أما هذيك أمرك بطاعة ففعلتها وأمرك بمعصية فعصيته، هنا راه غير هربتي من العقوق. أما الدخول في باب البر هذا موضوع آخر. الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة الغار، هنا كنهضروا على البر. السيد اللي بقى واقف هز الغابوق ديالو كعمر بالحنيب وباغي يفيق والديه وما باغيش يبرزطهم من النعاس، وفي نفس الوقت ما باغيش يسبق وحدين أخرين اللي هي المرأة والوليدات على والديه، ما هنا كنهضروا على البر. هذا موضوع اخر، هذا حنا دابا مضاربين، يا ربي تغفر لينا من حقوقنا على حقوق والدينا علينا، والله يتحمل علينا داكشي اللي ما قدرناش نوفيو، حنا مضاربين غير ما نطيحوش في العقوق. فكان ليه يا بني لا تشرك بالله كيستافد هو، ووصينا الانسان بوالديه. من بعد هذيك العقيده وهذاك التوحيد، الخطاب ديال الوليد ماشي هو الخطاب ديال واحد الانسان بالغ. هنا كيبين الله سبحانه وتعالى ما هو التوحيد الذي يجب ان ينشر في الامه. لما كنتكلمش على اوساط طلبه العلم، أوساط طلبة العلم راه تيقراو العقيدة مفصلة والمسائل النظرية، هذاك موضوع آخر وأقولها دائما. التوحيد الذي نحتاج فشوه في الأمة هو ذلك التوحيد الذي يدفع الناس للارتباط بالله، فلا يطبقون أمرا حتى يعرضوه على القرآن والسنة. صافي، هذا هو التوحيد اللي احنا محتاجين. ملي تقول للإنسان تقول لي دير هذه، يقول لك بلاتي الله يرضى عليك اش قال فاسد ربي، حلال حرام، حلال بسم الله، حرام سدينا بلا نقاش. بدا كيعطيه واحد، هذا هو التوحيد اللي حنا محتاجينه. يشوفوا الوليد يتربى عليه، لان الوليدات الصغار خاصهم صور ملموسه، ما تكلموش انت بكلام مجرد. فقال ليه يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. هاد انها ان تكن مثقال حبه من خردل، الوليد كيعرف شنو هي حبه من خردل صغيره كيعرفها، وكتقول ليه فتكون في صخره، كيعرف الصخره كي دايره، او في السماوات كيزعني تتبان ليه، او في الارض، هذا الشيء كله حبه من خردل ياتي بها الله. هنا كيعلموا جوج ديال الامور، كيعلموا المساله الاولى مقام المراقبه، فيما كنت يا ولدي الله عز وجل مطلع عليك، فلا تخفى عليه معصيتك فاحذر ان يراك على معصيه، ولا تخفى عليه طاعتك فلا تخشى أن تضيع طاعتك عند الله عز وجل. يعني ذوك الركعات اللي تتصليهم جوف الليل، أو ذيك الصدقة اللي كتحرى أنه يشوفك تواحد، ما تخافش عليها لا تضيع. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولكن في نفس الوقت إياك أن تتجرأ على معاصيه. علاش؟ لأن الله عز وجل إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وفي نفس الوقت الدري تتعلم المقام الثاني هو اليقين على موعود الله عز وجل في الرزق. دابا من الإشكالات اللي كيعانيها الشباب شنو هي؟ هو القضية ديال الخلاص، اللي كيقول ليه راه أنتم عدد ديال الناس كتعرفوهم واللي تيتصلوا بكم واللي تدووا معاهم ويدووا معاكم، تيقول لك أودي راه هذه واحد عام ما خدمتش، ودابا سهل الله في واحد السيد قالنا نمشي نخدم معاه، ولكن الخدمه راه ما تيخليوناش نخرج نصليو الجمعه. شنو هو اللي كيخلي هذا الانسان بعدا تردد باش يطرح السؤال؟ واحد اخر تربع على التوحيد الحقيقي، هذه مساله لا يناقشها، ما كيناقشهاش لا من قريب ولا من بعيد. ما تقول سيد يقول لك شوف، تقول لك شد ضرب السمع على الارض،
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. سلينا أمر ونهي، فاسعوا أمر، ذروا البيع نهي، وما كاين حتى شي حاجة التي تصرف هذا النهي إلى الكراهة، كراهة التنزيه، إذا يبقى على أصله هو التحريم. إذا البيع والشراء كونطرا ده عقد، حتى أن ياك سيدنا المالكي كيقول لك حتى من عقد الزواج في وقت الجمعة عاود من الأول، حتى جاك الجواز حتى تقل المدة الوقفة الله أكبر، أشنو زعما بغيت تهرب من الكسك بالغدا ولا حتى ذاك العدول ما بالك مشيتي عنده عاد كتكون دنيا خاوية. شحال والله شحال واحد كيقولها، تيقول لك مسكين في الحقيقة هذيك وقيتة الجمعة هي اللي كتكون دنيا خاوية، يمشي لواحد يخطف يجيب تقضية شريف غتجيب السحت غتدخلوا للدار، هنا تقضية. اختلف أهل العلم في من لا تجب الجمعة في حقهم كالنساء مثلا، واش البيع والشراء ديالهم في هذاك الوقت واش هو داخل في دائرة المباح أم على الأقل تعتريه الكراهة؟ علاش لتعظيم شأن الجمعة؟ شنو اللي خلى هذا السيد تردد وطرح السؤال واش نخدم واش ما نخدمش؟ هو عدم اليقين على رزقه. أما كون كان عارف أن الذي أمر بالجمعة هو الذي يعطي الرزق هذا ما يطرحش السؤال، يقول لك أنا غنمشي عنده الجمعة وملي غنمشي عنده الجمعة هو اللي غادي يفتح لي الباب ديال الرزق. أما كون كنا عارفين داك صاحبنا اللي غادي يسد عليا الجمعة هو اللي كيرزق كون حولنا القبلة جيت لوزين عنده هنا كاع، علاش نبقاو نصدين جيت الكعبة. ثم مر معه إلى قادينا هاد العقيدة، قادينا هاد التوحيد، والتوحيد نعم سيدي راه خصو علامة ظاهرة، الهضرة ديال الإيمان في القلب، عرفنا الإيمان في القلب، حنا عرفنا الإيمان في المصار، عارفين الإيمان في القلب، ولكن النفاق فين كاين تا هو؟ في القلب. والغل فين كاين؟ في القلب. والحسد فين كاين؟ في القلب. والخشية فين كاينة؟ في القلب. والإنابة الأصل ديالها فين كاين؟ في القلب. فهادشي كل هالأعمال ديال القلوب كلها في القلب، لكن ما الذي يظهرها ويخرجها إلى الواقع لتثبت شهادة الناس بعضهم على بعض أمام الله عز وجل؟ بالأعمال. فذكر أم العبادات، يا بني أقم الصلاة. قيل ما أمره بالزكاة؟ ذكروا فيها مجموعة من الأمور، من بينها أنه يخاطب طفلا صغيرا وهو أبوه، يعني لو كان ذاك الدري عليه الزكر الأب ديالو راه هو اللي غتكون عنده الزكاة خصو يخرجها ليه. قالوا أنه منهم من قال أيضا يعني كأنه يوصيه أن لا يستكثر من المال حتى توجب عليه فيه الزكاة. خلينا مع الدروشة ولدي، هذا مما ذكره بعض أهل التدبر. فقال يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. هذه مهمة جدا، صحيح هو اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، نعرفين هذه المسألة هذه، لكن دري باقي صغير تقول ليه انت هذا المطعوم هذا اللقاح من دابا دير وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يعني أنه خصو يعرف راسو أنه راه لا يحمل مسؤولية نفسه فقط، وإنما يحمل مسؤولية أمته، حيث هذه المقومات ديال أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر هي المقومات التي يجب أن يقوم بها أهل التمكين. إلا غنمشيو لسورة الحج أش غنلقاو فيها؟ الذين إن مكناهم في الأرض أشنو خدمتهم؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذا انتكت تربي جيل التمكين، ليس لأن التمكين في حد ذاته على المستوى مثلا الحكم لك هذا، ليس في لأنه هدف في حد ذاته، وإنما هو فقط وسيلة لتعبيد الناس لله عز وجل، فقط حتى تبقى هذه المسألة ديال عبادة الله سبحانه وتعالى في الأرض تبقى هذا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وغالبا من للإنسان تيبدا يدخل في سلك الطاعة، بغينا ولا كرهنا كاع الحياة اللي جالسين هنا دازوا من هاد الماكينة هادي، ونطلب الله نكونوا من دوك اللي خرجوا منها في سلام. هو أنه ملي كتبدا تلتزم وتبدا تصلي كتبدا تحس براسك باللي أنت اللي مؤمن في الإقليم كامل، كتدخل الدار باقي كتفرجوا في هاد الشيء واشريف بشوية راه يلاه والبارح راه كانوا يضربوا معك باش تجلس، ملي كاينو تنوض تشطح في العرس راه حتى كتبقى حتى الاخر دير لهم الشوه فين ما كنمشيو كيبقاو مضاربين معاك تجلس. الشريف راه باقا النمره ديالها باقا كتبيب بيك، لا ما كنضحك راه باقي الطفايات اللي كنتي كطفي فيهم الكارو باقي مضاربين معاهم تيحكوا فيهم، باقي الاثر ديال الكارو ما تحيدش، باقي والله الا باقي ما تحيدش. وجيتي ودخلتي بديتي تقول له داكشي اش قال ليه من وراها مباشرة، ولا تصاعر خدك للناس، الدفاع كبير لعباد الله سميتو هذاك سميتو ماشي من الإخوة. تقول لي كيفاش زعما الإخوة زعما فهمتيني؟ لا والله ما فهمتك، كيفاش زعما الإخوة؟ أنا اللي كنعرف إنما المؤمنون
اخوه باقي ما لقيت شي حاجه فيها ان اصحاب النادي الفلاني ولا ان اصحاب التوجه مؤمن كيقول لا اله الا الله خوك نقطه للصدر. لا راه فهمتيني والله ما فهمتكش باغي تقول لي لا لا لعبت فهمتيني ما ماشي اخ ماشي منتهي واخا شنو زعما حيت محسن اه واش عيط محسن شنو ولا اخت راه باقي خوك هذاك ربما هو مفرط والله اعلم بعذره حيت لحطيتك انت خدام الخدمه اللي خدام هو وربما مسكين حسنها النحيه نخاف عليك لحطيتك في الخدمه ديالو هو ربما تحسن انت الدين كامل ف صحيح هو راه عنده مخالفه في هذيك المساله لكن ربما نقدر نلقاه مخرج كل يوم ما تيخرج من دارو حتى كيبوس الرجل ديال امو علاش كيخرج انت اخبار بر الوالدين عندك كي دايره الاخ هذه المسائل لابد من معالجتها علاش حتى تسرب ذلك الكبر يتسرب الى القلب فقال لي ولا تصاعر خدك للناس ما قال لي ولا تصاعر خدك للمسلمين ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك منهم من يمشي على بطنيه منهم من يمشي على رجليه ومنهم يمشي على اربع تخليك تمشي على رجليه واقصد في مشيك ومن هنيت القصد 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 تبلغه كي قال النبي عليه الصلاه والسلام واقصد في مشيك واغضض من صوتك ثم ضرب مثلا بصوت من الاصوات المنكره التي تستهجنها اصحاب يعني القلوب ذات الذوق السليم لان انكر الاصوات لا صوت الحمير فانما هي ثلاث مكونات لغرس قيم الاسلام الحقيقيه في قلوب الاولاد تقوم على العقيده ثم العبادات او العقيده والعبادات والمعاملات مع الناس هذه كلها تلقاوها النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يعيش مع القران ويتاوله اللي قال سيدنا معاذ وهو يوصي وغد اليمن اتق الله حيثما كنت مع سيدي علاقتك مع سيدي ربي واتبع السيئه الحسنه تمحها العبادات اللي كنتكلموا عليهم وعلاقتك مع عماد الله وخالق الناس بخلق حسن تتقاد الخط العمودي كتقاد الخط الافقي وكتقاد المستوى والفضاء كتكون في امان الله وحفظه خرجنا على هذا الشيء وبدينا كنفهموا ونعيقوا ونديروا كذا الى اخره الواقع ديالنا يشرح لنا تفريطنا بلا ما نبقاو نحتاجوا فين وصلنا نظره يعني بسيطه صغيره عاجله على الواقع الذي نعيشه تبين لك مواطن الخلل هذه كانت كلمه مقتضبه وعلى استحياء في حضراتكم سامحنا ودار الفقيه الله يكرمك الله يرفع قدرك جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.